والسلام عليك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم من جديد في قناه ما وراء الطبيعه، وحلقه جديده وقصه جديده. معادنا مع الحلقه رقم 5 من الموسم الثاني من برنامجنا اليومي حولنا. هو برنامج بقى اذاعي بيضم بعض القصص الحقيقيه ويسرد البعض الاخر منها مؤلفه. وحلقتنا النهارده هي قصه بعنوان معبد اليهود. القصه كتبها لنا يوسف ابو الفتوح. بهيج جدا يا يوسف على القصه، بجد هايله. من فضلك لو لسه جديد معانا حابب ارحب بيك، يا ريت تشرفني بانضمامك واشتراكك في القناه وفعل علامه الجرس ليصلك كل ما هو جديد. ولو عجبك الفيديو او القصه دي ما تبخلش عليا بلايك وكومنت تقول لي رايك فيه. لو عجبك الاداء الصوتي والسياق الاذاعي او عجبتك القصه باي شكل من الاشكال هتقول لي في التعليقات. محتاجه تطور او محتاجه شغل اكتر، يا ريت تكتب لنا تعليق تقول لي فيه تعقيبك، وده طبعا يشرفني جدا. يلا بقى ندخل في الموضوع على طول. انا شيماء محمد. الصراحه انا عملت كل حاجه غلط، واكبر غلطه عملتها اني سمعت كلام الشيطان. محدش يستغرب من الحكايه. لا، انا دي اكتر حكايه غريبه. الناس دايما فاكرين نفسهم انهم بيعملوا كل حاجه، لكن الحقيقه هما مش بيعملوا حاجه، لا هما بينفذوا اوامر الشيطان. اوقات كتير بنعمل حاجات غريبه واحنا فاكرين ان احنا اللي بنعملها بمزاجنا. للاسف غلط. لما يحصل اي حاجه دايما الشيطان معاك، وهو اللي بيقول لك تعمل ايه، وفي نفس الوقت هو اللي بيخليك عايز تقتل اللي قدامك، وهو ده الواقع. الشيطان دي المقدمة. احب اعرفكم بيا بعيلتي. انا ليا 4 بنات وولد واحد فقط، هو اكبر واحد فينا، وانا اكبر واحدة في اخواتي بنات، وكل واحدة وامي وابويا متوفيين. ومن وانا عندي 23 سنة وانا واخويا اللي شايلين طبعا الحمل تقيل، وعشان اجوز اخواتي عايزين فلوس كتير، وما كانش قدامي حل غير اني اشتغل شغلانه غير شريفه. ايوه، وخبيت على اخواتي وقلت لهم ان انا شغاله في فندق لحد ما اتجوزت، وكلهم اتجوزوا وانا بس اللي قاعده في البيت. وانا دلوقتي سني 43 سنه، وسبت الشغل التاني واشتغلت في مصنع ملابس. بروح كل يوم الشغل الساعه 7 الصبح وارجع الساعه 7 بالليل، وهي دي حياتي كلها شغل وكلها يوم. وانا رايح الشغل اشوف معبد اليهود، وناس كتير بتقول حكاوي كتير على المعبد اليهودي، اللي بيقول الناس في بيقول ان في ناس ماتوا جوه، واللي بيقول المكان ده في جن، وغيره وغيره. حكاوي الناس كتير. بس جيت في مرة حبيت اعرف ايه اللي مخلي المكان ده مقفول على طول وعليه حراسة أمنية مشددة، أكيد المعبد ده فيه حاجة. وجيت في يوم ويوم الأجازة بتاعي من الشغل، رحت عند المعبد وفضلت واقفة من بعيد أتفرج عليه. حسيت إحساس غريب جدا، حسيت إن في حاجة بتشدني إن أخش جوه، وحاولت أمنع نفسي لكن ما قدرتش. وفكرت أخش، بس إزاي المعبد وحواليه حراسة كتير؟ لقيت حل عشان اخش. رحت غسلت واحد من بتوع الامن وقلت له ان انا عايز اخش جوه. قال لي بس كده عيني ليكي، خشي من الباب اللي ورا وانا هفتح لك الطريق وشوية انا هجي. وفعلا لقيت الحارس نادى على واحد من الحراس، وانا جريت بسرعة على الباب ودخلت منه. اول ما دخلت حسيت احساس غريب، حسيت ان روحي بتروح مني. وبصيت في المعبد ما لقيتش حاجه، كل اللي موجود شويه حاجات قديمه ومفيش اي حاجه غير كام مكتب. ولقيت في دور تاني فوق وكمان في دور تحت الارض. طلعت الدور اللي فوق اشوف فيه ايه. طلعت فوق لقيت اوض كتير جدا، وفتحت اول اوضه لقيت فيها مكتبه كلها كتب، ولقيت حاجات عامله زي سلاسل. مسكت واحد منهم وبصيت عليها، واحدة منهم وبصيت عليها، لقيت مكتوب عليها كلام غريب ومش فاهمة منه حاجة، والصراحة شكلها حلو قوي. خدتها ولبستها وجيت أخرج من الأوضة، لقيت ست كبيرة واقفة على الباب جسمها كله عظم، ولقيتها بصالي بصة غريبة. قلت لها أنت عايزة مني إيه؟ بصيت لي بعينيها قلت لها قصدك على السلسلة؟ لا انت مش هاخدها، انا بس كنت بجربها. وقلعت السلسله ولقيتها اختفت. بصيت لي السلسله لقيتها بتلمع صراحه،
السلسلة عجباني أوي، خدتها معايا في الشنطة وخرجت من الأوضة، وكنت خلاص مروحة، لكن سمعت صوت باب أوضة بيتفتح. لقيت آخر أوضة هي اللي بابها اتفتح، رحت فضلت أمشي في الأوضة، والأوضة الصراحة كلها حاجات تجنن، كلها جوائز ذهب وحاجات كتير وكتب كتير. ولقيت في وسط كل ده صورة واحدة ست، ركزت في الصورة، لقيت اللي في الصورة تقريبا شبه الست اللي ظهرت واختفت. خفت وجريت بسرعة أخرج من الأوضة، الباب اتقفل ومش عايز يفتح، ولقيت النور قطع، ولقيت صوتها هوا شديد في الأوضة. فضلت أصرخ عشان حد يجي يلحقني، لكن للأسف مفيش حد سمعني، ولقيت النور بيجي ويروح تاني، وكل ما يجي ألاقي الست اللي كلها عظم قدامي، وكل ما النور يروح ويجي ألاقيها بتقرب، لحد ما لقيتها قدامي بالظبط ومسكتني من رقبتي، وحسيت بإني بموت ومش قادر أتنفس. وبصيت على إيدي، لقيت إيدي بيطلع فيها حاجات سودة، وبصيت في عيون الست شفت فيها إخواتي كلهم. وحياتي أكنها شريط فيديو جوه عينيها، ولقيت النور قطع ورجع تاني، ولقيت الست اختفت. جريت بسرعة على باب الأوضة، فتحت الباب، لقيت نفسي في أوضة تانية. جيت أرجع لقيت الباب اتقفل، وفضلت واقفة في مكان مش مقدرة، مش قادرة أتحرك من الخوف. بصيت على إيدي، لقيت سلسلة في إيدي لبستها، ولقيت قدامي مجموعة أموات قدامي، ولقيت طفلة صغيرة بتشاورني على المراية. بصيت على المراية لقيت نفسي زيهم، جسمي مفيهوش حاجة غير عظم، بس اتخضيت من المنظر. ولقيت واحدة في المراية واقفة جنبي وبتشاور على السلسلة، ولقيت إيديها طلعت من المراية ومسكت السلسلة وبصت لي بصة غريبة جدا، ولقيت منها طلع وكأنها بتتعذب، وفضلت ماسكة في السلسلة لحد ما اختفت. وبصيت على السلسلة لقيتها بتنور، وبكده أنا فهمت طول ما السلسلة دي معايا محدش منهم يقدر يلمسني، وتقريبا السلسلة دي هي اللي بتخليني أشوف الأموات. بصيت للطفلة الصغيرة قلت لها أنا مش هعمل لك حاجة، أنا بس عايز أخرج من هنا، ولقيتها بتشاور على باب في آخر الأوضة. رحت عند الباب وخرجت من الأوضة، لقيت نفسي جوه قفص مقفول من كل ناحية. قلعت السلسلة برضو، لقيت نفسي جوه القفص، حاولت أخرج لكن مفيش فايدة، القفص حديد. ولقيت الست الكبيرة اللي كانت في الصورة قدامي وبتقول لي إن أنا هقول لك كلمة واحدة ومش هقولها تاني، لو حابة تبقي معانا أهلا بيكي، ولو حابة تخرجي من هنا وتروحي يبقى لسه شوية، كام حاجة تعمليها، أول حاجة تجيبي بديل ليكي، والأحسن يكون من غيرك إخواتك، وترجعي واحد من إخواتك، وترجعي السلسلة مطرح ما لقيتيها، وما تفتكريش إن السلسلة هتحميكي مننا. قلتي إيه، موافقة ولا أوريك الوش التاني؟ قلت لها مستحيل اجيب حد من اخواتي واسلمه ليكم، انسي، لو عايزه تقتليني اتفضلي، لكن مستحيل اجيب حد من اخواتي. ولقيت على وشها غضب الدنيا كله، ولقيت الارض كلها تعابين، ولقيت واحد ماسكني من ظهري وحاول ياخد السلسله، ولقيت التعابين بتلف حواليا، كل ما تعبان يقرب احط السلسله قدامه. وفضلت 5 دقايق على الوضع ده، كل ما تعبان يقرب مني احط السلسله قدامه، ولقيت بعد كده باب القفص فتح، ولقيت باب اسود قدامي، جريت عليه وفتحته، ولقيت نفسي واقفه على سور السطح. رجعت بنفسي على الورا، ولقيت نفسي وقعت على جثه، بصيت على الجثه لقيت نفسي اللي على الارض، ازاي هو انا ميته؟ بصيت حواليا لقيت نفسي في الأوضة كلها دخان، نفس في الأوضة كلها دخان أسود، ولقيت في وسط الدخان حاجات بتتحرك بسرعة كبيرة جدا لحد ما طلع
واحد من وسط الدخان ده وقال لي انت الان من الاموات. بصيت للكائن ده وقلت له انا مش ميتة، انتم كذابين. لقيته جاب جثتي قدامي وقال لي دي جثتك، وبص في المرايه ومن جيب السلسله هتلاقي نفسك ميته فعلا. بصيت في المرايه ورميت السلسله على الارض، فعلا لقيت جسمي كله عظم وشكلي متغير جدا، عيوني مش موجوده وجسمي كله عظم. بصيت للسلسله وبصيت للكائن ده وقلت له هو ليه كل ده حصل؟ انا عملت لكم ايه؟ قال لي السلسله دي ملعونه، اللي يلبسها يبقى حكم على نفسه بالموت، الشرط الوحيد اللي يلحقك منها انك تجيبي ضحية بدالك ومن دمك، هو ده الشرط الوحيد، وقدامك يوم فقط وتبقي بالمنظر ده على طول. والباب هتفضل طول عمرك ملكيش خروج لما حد يجي بدالك ومن دمك، قدامك يوم واحد واختفى الكائن ده. وبعدها لقيت باب جريت عليه ودخلت من الباب بالراحة، لقيت نفسي جوه أوضة كلها نار وناس بتتحرق وبتجري في كل حتة، ولقيت أختي الصغيرة في وسط النار. مها أو أختي؟ لا مستحيل ده هيحصل. مها، لقيت مها أختي. أنت إزاي جيت هنا؟ حاولت أدخل جوه النار لكن ما قدرتش استحمل، ولقيت مها بصت لي وبتعيط، وانا كنت خلاص مش قادر، كنت هرمي السلسله على الارض، بس انا كنت عارفه ان دي مش اختي، وحاولت اقنع نفسي ان دي مش مها اختي. وجريت على الباب وفتحت الباب، لقيت قدامي حرس المعبد اللي دخلني هنا وقال لي اهلا بيكي في العالم الجديد، انت عملتي ذنوب وغلطات كتير وهي دي حياتك الحقيقيه، ايه رأيك فيها؟ حلوة مش حلوة مش كده؟ وليه وهتحلق اكتر لما اختك الحقيقية تيجي زي ما انت جيتي. قلت له انا قدامك، اعمل فيا اللي انت عايزه لكن بلاش اخواتي. قال لي هاتي السلسلة. قلت له موافقة تاخد السلسلة بس ملكش دعوة بيا ولا باخواتي. قال لي انا كلمتي واحدة مش زيكم، يلا خشي من الباب ده وهتلاقي نفسك في الأوضة اللي كانت فيها السلسلة، ترجعي السلسلة مكانها وتخرجي على طول. قلت له ما تاخدها انت توديها، لا انت اللي هتروحي زي ما خدتي السلسلة ترجعيها مكانها. قلت له حاضر، بس تعرف لو حد لمس حد من اخواتي مش هسيبكم في حالكم. وخدت بعضي وفتحت الباب ولقيت نفسي جوه الأوضة اللي كنت فيها أول مرة، بس المرة دي أنا حاسة إن فيها خدعة، أكيد مش هيسيبوني أخرج من هنا بالسهولة دي، أكيد في حاجة. وفكرت شوية ولما قلت للحارس خد السلسلة حسيت إن هو خايف أوي، وأكيد لو ده إنسان ما كانش هيخاف يبقى كده مش الحارس الحقيقي، ده أكيد هما اللي عملوا نفسهم الحارس عشان أسيب السلسلة. وافتكرت أنا لو سبب السلسلة هبقى كده من غير حماية، أنا لو سبتها هبقى من غير حماية وممكن كل حاجة شفتها تتعمل فيا بكل سهولة. وبصيت ورايا لقيت الست الكبيرة بتقول لي رجعي السلسلة مكانها أحسن لك. قلت لها أنت ما تعرفيش تعملي حاجة، ولو فكرت تعملي حاجة يبقى آخر مرة تعمليها. ولقيت على وشها غضب شديد، قالت لي يخلي السلسلة تنفعك، أنا كل ده كنت بعملك كويس، بعملك كويس، دلوقتي افتح الباب اللي وراك وشوفي مين اللي جوه الباب. بصيت ورايا لقيت باب أحمر، فتحت الباب ولقيت أخويا سمير جوه الأوضة ومربوط في كرسي وجوه قفص والتعابين في كل مكان. ولقيت الست الكبيرة بتقولي هتجيب السلسلة ولا؟ قلت مش أخويا، قلت ولا لأ؟ قلت لأ، قلت لها لأ، قلت لها مش هديكي حاجة، واللي قاعد هناك ده مش أخويا. قالت لي لأ، اللي قاعد هناك ده أخوكي الحقيقي، ولو مش مصدقة اسمعي صوته وجربي السلسلة، لو هو مننا هيموت ولو من البشر هيعيش. رحت ناحية القفص وقربت من أخويا وحطيت عليه السلسلة ولقيته فعلا هو أخويا.
قلت له انت ايه اللي جابك هنا وازاي عرفت اني هنا؟ قال لي انا كنت براقبك عشان اعرف انت شغالة ايه، عشان كل ما اسألك تقولي لي في فندق، وانا رحت سألت في الفندق اللي قلت عليه وسألت عليك قالوا لي انك مش شغالة في الفندق ده، وكان لازم اعرف انت شغالة ايه، ولقيتك دخلت هنا، والامن اللي بره لما جه ميعاد الراحة وتبديل الناس دخلت انا من غير ما حد يشوفني عشان اعرف انت هنا بتعملي ايه. قلت له يا سمير انا هقول لك على كل حاجه بس لما نخرج من هنا، وخليت السلسله في رقبتي في رقبه سمير عشان يخرج من القفص. واول ما قلعت السلسله ولبستها لسمير لقيت الست الكبيره مسكتني من رقبتي وقالت لي سمير روح رجع السلسله في مكانها احسن ما اختك تموت. قلت له لا لا يا سمير بس ما تسمعش كلامها، دي عايزه تموتنا. لا اوعى يا سمير اوعى اوعى تسمع كلامها. ولقيت سمير بصص عليا وقال لي يا شيماء انت اهم حاجه عندي، انا هروح ارجع السلسله مكانها وانا هموت، بس كفايه عليا ان انا عرفت انك شريفه، كفايه عليا كده، انا مش عايز حاجه تاني. وقال لي الست الكبيره سيبها تخرج من هنا وانا سيبيها تخرج من هنا وانا هرجع السلسله مكانها، وانا ضحيه مكان اختي. وحاولت اقول لسمير لا ما تسمعش كلامها، لكن الست كانت مسكاني وما عرفتش اقول حاجه. وسمير دخل الاوضه ولقيت الست الكبيره سابتني، وجريت على الباب الاوضه، فتحت الباب لقيت نفسي في الشارع، ما بقيتش عارف اعمل ايه، ادخل تاني ولا روحت بلغت الشرطه. وقلت رحت بلغت الشرطه وقلت لهم على كل حاجه، والشرطه طبعا ما فيش حد منهم مصدق كلامي، بس في ضابط قال لي ان انا مصدقك وانا هروح اعمل تفتيش في المعبر، ولو وصلت لحاجه هقول وصلت لحاجه هقول لك. وبعد تقريبا يومين لقيت الضابط بيتصل بيا وقال لي مفيش حاجه جوه المعبر. انا لفيت المعبر كله وعليت تفتيش كامل وعملت تفتيش كامل، ما لقيتش اخوكي جوه ولا لقيت اي حاجه من اللي قلت عليها. سامحيني يا شيماء انا عملت اللي عليا وفقدت اخويا، وكل ده بسببي انا السبب، ومن ساعه اخويا من ساعه ما اخويا افتقدته بقيت عايشه زي الميته، كل يوم استنى ملك الموت يجي ياخد روحي ويخلصني من العذاب والالم اللي انا فيه. كل يوم احلم باللي حصل، وكل ثانيه بتعدي من حياتي بفتكره أنا السبب. من ساعة اللي حصل الشرطة قفلت المعبد اليهودي لدرجة صعبة جدا، مستحيل حد يقرب من المعبد من بعد اللي حصل، والحارس بقى ضعف الأول، والناس لسه زي ما هي بتحكي الحكاوي، وأنا بقيت حكاية جديدة على لسان الناس. لو قرأت الآخر كنت لو عجبتكم القصة دي، هي من تأليف يوسف أبو فتوح، بحيي جدا على القصة. ولو عجبتك القصة يا ريت تدعمني بلايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل علامة الجرس ليصلك كل ما هو جديد. كان معكم أحمد كبو من قناة ما وراء الطبيعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.